الناس هذه معناها بأي طريقة تحب تستولي على السلطة، فاهمين واحنا علاش يمشي وعلاش يجي. تم الاعتداء عليه زاد بالعنف في 9 أفريل وتوا صباح في حجر النهضة، فاهمين واحنا علاش يمشي وعلاش يجي. التقلب هذايا في المواقف حسب المصلحة الذاتية، فاهمين واحنا علاش يمشي وعلاش يجي. بعد التسريبات اللي قامت بهم نادي عكاشة، جور بن مبارك يطالب رئيس الجمهورية بتقرير عن صحة على الحالة الصحية لسيادة رئيس الجمهورية، شنو رأيك؟ والله بون جور بن مبارك نعتقد انه في المطلب هذا ركوب برشا على الأحداث. ما تنجمش الطالب شخص معناه حتى في الأخلاقيات الطبية انه يكشف ملف طبي. شوف الناس انتخبت الراجل هذايا، ما جاش على ظهر دبابة معناه. يا خويا اذا انتم معناها تعتقدوا انه مريض ولا شعبوي ولا واحد، قلتوها من الاول علاش ما ترشحش سي جور وعرض نفسه على الاستفتاء الشعبي والرغبه الشعبيه ويشوف وزنه، ما ترشح في دستورنا في 2011 وما جاب حتى كرسي. الناس هذه معناها باي طريقه تحب تستولي على السلطه، وانا فاهم جور فاهم علاش يمشي وعلاش يجي. معناها فرصه بالنسبه لي القى انسان عاقل كيما الرئيس، معناها انا نعتقد انه مع احترامي المقام وعندوش برشا خبره سياسيه، يحب هو هاو كان كنت الرئيس هكا كان حطني في الحبس اني مناضل، وكان معناها لاي سبب من الاسباب والناس كلها باش تغادر السلطه، وسياتي يوم يغادر فيه قيس سعيد السلطه، فيجي سي جور يمثل علينا دور البطوله ومعناها معارضه الانقلاب وكذا. دونك فاهمين واحنا علاش يمشي وعلاش يجي، ربي عينه في اللي يعمل فيه وكهو. عندك علاقة شخصية به؟ لا لا مش قضية علاقة شخصية، ما عمري قابلته في حياتي حتى. أما أنا نعتبر نفسي معناه ممكن برشا في التواصل الاجتماعي يعرفوني، متابع جيد للتصريحات الإعلامية. جور عنده فيديوهات موثقة أنه هو معناها في الدور الأول الانتخابات كان ضد الرئيس قيس سعيد، وفجأة في الدور الثاني معناه قعد بجنب سامي عبو في فيديو وصباح يشكر فيه. التقلب هذايا في المواقف حسب المصلحة الذاتية، فهمتني، هو اللي يخليك تفهم شنو هي شخصية السي وعائلته زادة وتاريخ عائلته السياسي، شنو هي معناها شخصية السي جوهر اللي هو معناه وقتها تم الاعتداء عليه زاد بالعنف في 9 أفريل وتوا صباح في حجر النهضة. سيتريلوش سامحني سي جور سيتريلوش بو ربي عينك بتاتر نهار من النهارات. انا نتمنى لك انك لا يقع تعيينك كما معناه في الخمضات السياسيه هذه، نهار تفك بلاصه بالانتخابات ما يسالش، خلي يعطي فيك الشعب الثقه وعرض برنامجك وربي معك.